السلام عليكم، معكم دكتور صيدلي محمود قريطم. بنات كتير عايزين صابونه طبيه يفتحوا بشرتهم بيها، وعشان كمان تشيل البوع النكره اللي في البشره، وعايزين صابونه تشيل اثار حب الشباب والندبات. عشان كده جبنا لكم صابونتين محترمتين، افضل صابونتين موجودين في السوق المصري، صابونه للتفتيح وصابونه عشان ازاله اثار حب الشباب وكمان التفتيح برضه. اول صابونه هنتكلم عنها النهارده هي فاتكس صابونه. زي ما حضرتك شفتوا، فاتكس صابونه ممتازه جدا جدا جدا، بتساعد على تفتيح البشره لانها فيها خلاصه الفيتامين د، وكمان فيها حمض الكوجيك وثاني اكسيد التيتانيوم، مواد طبيعيه بتساعد على تفتيح البشره بشكل امن وفعال. بنستخدمها ازاي؟ بنغسل البشرة بيها 3 مرات في اليوم، بنسيب الرغوة على البشرة بس 2 أو 3 دقايق، وبعد كده نشطفها بالماء الدافئ. ممكن نستعمل يا دكتور الصابونة دي لوحدها، أو ممكن نستعملها لوحدها كتفتيح، وممكن نستعملها كمان كتفتيح قبل ما نحط كمان تفتيح. ممكن نستعملها كصابونة مطهرة للبشرة وبتفتح البشرة، وزي ما نقوله كده إيه، إعداد ما قبل الكريم، أو تنظيف البشرة ما قبل حط كريم او وضع كريم تفتيح البشره. الصابونه دي المتميز اللي فيها انها سعرها رخيص جدا، حوالي 14 جنيه، فسعرها طبعا رخيص بالنسبه للصابون التاني الغالي الموجود في السوق المصري. تاني صابونه هنتكلم عنها هي مون فيس صابونه. زي ما حضرتك شفتوا مون فيس صابونه، الصابونه بقى دي متميزه بقى في علاج الحب، حب الشباب بالذات، وازاله اثار الندبات بتاعت حب الشباب. كمان بتساعد على تفتيح البشره برضو، وكمان بتساعد على انها بتنظف البشره من الجراثيم والميكروبات اللي بتبقى موجوده على البشره. فهي صابونه طبيه متميزه، يعني كمان صابونه بتنفع لكل الحالات الجلديه. كمان الصابونه دي فيها حمض الساليسيليك، وفيها كمان اكسيد الزنك، كمان فيها زيت جليل القمح، وفيها زيوت طبيعيه، يعني حاجه بتقشر الجلد وتشيل طبقات الجلد الميته، وكمان حاجات مرطبه للبشره، ومواد بتساعد على تفتيح البشره. الصابونه دي بنستعملها ازاي؟ بنغسل بيها البشره، وبنسيب برده الرغوه على 3 مرات في اليوم، وبنسيب الرغوه على البشره حوالي من دقيقة لدقيقتين، بس خدوا بالكم ما نطولش الصابونة على البشرة أكتر من 2 أو 3 دقايق، لأن أكتر من كده ممكن يعمل شوية حرقية بسيطة في البشرة. الصابونة برضه سعرها متميز وسعرها رخيص جدا، حوالي 15 جنيه، يعني سعر رخيص جدا يعني بالنسبة للصابون برضه اللي موجود في السوق، صابون حب الشباب اللي موجود في السوق. فدي تعتبر من الصابون اللي أنا بحبه قوي جدا، وبيجيب نتائج فعالة مع ناس كتير. أنا أنصحكم بالصابونتين دول، صابونة الفاتكس وصابونة المونفيس. لو واحدة عايزة تفتح بشرتها يبقى صابونة الفاتكس، لو واحدة عايزة تفتح بشرتها وعندها آثار حب شباب أو عندها حبوب شباب يبقى عليها تستعمل المونفيس صابونة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتم. سلام عليكم.